أنا لسه ما شاركت في أي مسابقة، لكن إن شاء الله حشارك في مسابقة الأولمبياد للناشئين للرياضيات عام 2022 بعد أسبوعين تقريباً، وإن شاء الله ميدالية ذهبية. حول الأربع سنين تدريب، كل سنة ثلاثة إلى أربع شهور تدريب. يعني نجي هنا، إحنا جينا قبل شهر ممكن، أو من فترة من فبراير إلى آخر مارس، يعني نقعد فترات طويلة بس نتدرب يومياً 8 ساعات من الصباح لآخر النهار. بعد الله سبحانه وتعالى يعود الفضل إلى الأستاذ، أول شيء طبعاً والدتي على الدعم معنوي ومادي ومعنوي في كل النواحي يعني، وحتى أستاذ الرياضيات في الابتدائي أستاذ حمزة يونس في مدرسة السلام الأهلية بالخبر، أعطاني رسالة فيها أنه ابنكم اكتشف أن ابنكم موهوب مثلاً، ويختبر هذا الاختبار الفلاني اللي هو مقياس موهبة. وأنا كنت خايف، خفت مرة لأنه ماني عارف إيش هي، وقال لي لا تقراها لا تفتحها وما أعرف إيش، أعطيها أهلك. فأنا رجعت خايف قاعد أبكي، بعدين أعطيتها أمي، بعدين قالت أوه هذه حقت موهبة وما شاء الله يقولون إنه كويس ومستواك متقدم، وأنا كنت خايف قاعد أصيح برضو. فكانت فرحة يعني بعد الصدمة اللي لما أخذت الورقة. إن شاء الله يعني رائد أعمال، أكون مثلاً أشتغل عندي شركة منظمة في مجال معين، يعني أنا لسه ما اكتشفت إيش هو المجال، بس إن شاء الله يعني ألقاني مجال معين أفتح شركة بهذا المجال نقدر نشتغل فيها، وأكون يعني حلو إن دور المدير وعندي خبرة بالموضوع. الوظيفة ما هي طموح عندك؟ وظيفة لا، ما هي طموح أبداً. الوظيفة إني أشتغل عند شخص معين، ما أحس إنه حيكون يجيب على الأقل مثلاً نجاح، أو يعني أنا أبغى اسمي يكون موجود في التاريخ، ما أبغى إنه أكون شخص عاش.